هي ايه اقوى تمارين البطن اللي هنعملها قدامنا، وازاي تعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه وتكون في بيتك قبل تنزل الشغل او بعد ما ترجع من الشغل. اول حاجه هنشتغل فيها ان لازم اعرفك ان البطن هي عضله واحده، مش ثلاث عضلات سفلي وعلوي وحاجات اللي هم بيقولوها، لا العضله عضله واحده بس ولكن ليها ثلاث زوايا، ولكن هي عضله واحده. هنشتغل النهارده تمرين ان احنا وانا نايم عندي على الارض اهو بنفس الوضع ده، اشتغل اضم رجلي واطلع، محدش يرمي راسه كده، لا الراس كده، واطلع بعضله البطن مش براسي. في ناس كتير جدا بتقوم كده وكده، لا الموضوع كله يا جماعه بطلع بالطريقه دي، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته. لو انا قدرت اجيب 15 عده بالوضع ده ممكن ان انا اشيل ازازه ميه في البيت معايا او اي ويت 2.5 او 3 كيلو اللي انا اقدر اجيب بيه 10 عدات عشان يديني قوه في عضله البطن. بنفس الطريقه وابدا بعد مجموعه 15 عده هعمل 3 مجموعات في 15 عده اول تمرين، بعد كده ابدا ازود في العدد مع الجهد اللي هشتغل بيه، بعد كده ببدا اشتغل في الرفعه، ببدا احط ايدي تحت الهيبس بالطريقه دي وابدا انزل بالطريقه دي اعلى فوق وانزل بالراحه، واحد ما يمسوش الارض، اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره، وابدا اخد بريك في اول مجموعه. طبعا التمرين ده عشان اقدر اعمله، التمرين ده لو جبت فيه 15 عده بدون وزن ممكن احط وزن 2 كيلو بين رجليا وابدا اشتغل بيهم 6 عدات 8 عدات 10 عدات لحد ما انا اقصى اجيب المجموعه الثانيه بنفس الطريقه. اهم حاجه النفس في التمرين، وابدا اشتغل تاني بقولك رجل ورجل بالطريقه دي، 1 2 3 4 5. طبعا السرعه في تمرين البطن يا جماعه ما بيعملش اي نتيجه، لازم بالراحه جدا عشان العضله تبدا يحصل لها انقباض عضلي. اخد بريك، قلنا كل تمرينه من دي 3 مجموعات في 15 عده، وطبعا لازم نحترم ان عضله البطن لازم نخليها زي اي تمرين في الرجل او في الجسم كله، لازم يكون ليها عضله يوم بتلعبها بطن وعضله تانية، ما ينفعش ان احنا نخليها حاجه مهمله في اخر التمرين. هنعمل كده الثبات بتاعنا لمده 10 ثواني، هتحس بشده العضله، هلم تاني افرد رجلي وابدا ضم تاني واشتغل شمال يمين، ده بيجيب العضلة الجانبية. طبعا ما حركش كتفي كتير قوي، لا انا بحرك الجزء ده بايدي، بدخل واحد بقفل على المنطقة دي، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية